بس عايز أقول حاجة، أنا سعيد سعادة وفخر ملوش حدود بجد بشاب مصري اسمه محمد صلاح. أنا بحب محمد صلاح زي ابني بالظبط، والله العظيم ثلاثة أنا بحبه حب ملوش حدود. أول مرة ألاقي نفسي بحب شخص الحب ده، مش عشان هو مشهور ومش عشان خاطر، وعلى رأي حبيبنا كلوت عليه كده دكتور علاء كان كاتب رزق مصر، صلاح ده رزق مصر، فهو فعلا ربنا بعته لنا في فترة جميلة جدا من حياتنا، وصلنا لكأس العالم في الكورة، وهو راجل على خلق وبيعرف ربنا كويس قوي قوي قوي، عشان كده ربنا واقف في ظهره. أنا بهنيه، لو توصلوا تهنيتي دلوقتي بهنيه، وبهني كل شعب مصر، وبهني أهله وبلده اللي اتربى فيها، وبهني أبوه وأمه اللي ربوه وخلوه على حسن الخلق ده. وطبعا ده هو يعتبر جيراننا، يعني بين بلدنا وبلدهم مسافة صغيرة بتاع 10 كيلو ولا 15 كيلو، بس حد أنا بفتخر بيه، أنا بحبه، مش هقول اكتر من كده، مش انا لوحدي، ده اتضح ان انا المدام عندي بتحبه برضه بنفس الطريقه، واتضح ان انا بناتي وابني بيحبوه بنفس الطريقه، وجيراننا بيحبوه بنفس الطريقه. مين الشاب الجميل ده اللي حبب فيه او جمع عليه على الاقل 100 مليون مصري؟ مالناش دعوه بقى باللي بيحبه بره واللي بيحبه في العرب واللي بيحبه في انجلترا واللي بيحبه في ليفربول. سبحان الله، يعني ده يا سبحان الله، ربنا يا رب يكرمه ويزيده، وإن شاء الله كده يوصلنا لأكتر من كده، ويوصل هو كمان للي هو عايزه، لأن هو مجتهد، إدى للشباب دفعة إن مفيش حاجة اسمها مستحيل يا جماعة، مفيش حاجة اسمها مستحيل أبدا، بس إحنا دايما اللي دايما بنقف محلك سر، يعني دايما أما يحصل لنا دروب نقف ونقعد نتباكى على اللبن المسكوب ويحصل لنا مشاكل، لا خالص، الراجل ده ربنا يحميه، مش هقول غير كده.